اتوترت والناس كانت منتظره موقف عكس كده تماما. ازاي انت قادر تخش جوه الاستوديو او تخش البلاتو وتطلع تتكلم وتقول مقدمات ناريه وتدافع عن حقوق دوله او تدعي ان انت بتدافع عن حقوق دوله، تمام، وانت بره في الاستوديو عندك في زمايلك ميتين ومش لاقين ياكلوا، وانت جاي مع صاحب راس المال؟ ازاي؟ باي منطق؟ هل حضرتك بتعمله ده تمثيل؟ هل بتعمل تمثيل بتمثل على الناس ان انت ان انت صاحب قضيه؟ حضرتك لما كنت قبل كده معتصم في قناه مودرن ولا القناه اللي انت كنت معتصم فيها والصور موجوده، تمام، مش كان ده موقف مماثل؟ مش ده ادعى ان انت تدافع عن زمايلك؟ ماشي، ولا انت الفلوس اللي انت بتاخدها اهم حاجه بالنسبه لك؟ يعني اهم حاجه بالنسبه لك الاف اليوروهات ولا الدولارات اللي انت بتاخدها في مقابل ان في شباب بياخدوا 1000 ليره؟ هل ده بالنسبه لك الفلوس بالنسبه لك اهم حاجه؟ هل دي هي دي هي دي هي دي الثورجيه وهي دي وهو ده النضال وهي دي القضيه اللي انت بتدافع عنها يا استاذ معتز؟ ان انت تتخلى عن زمايلك وتيجي مع الظالم وتيجي مع صاحب راس المال، تطلع مع الاستاذ محمد كمال والاستاذ احمد عطوان، تمام، وتقعد تقول لي المشاكل كلها اتحلت ومظالم الناس كلها اتحلت وخلاص، وتقعد تاكد عليهم في مشهد تمثيلي فاضح ان ان الناس خلاص اترفع عنها الظلم، وتاني يوم الناس تترمى في الشارع وتقبض عليها وتجيبوا لهم الشرطه وبتاع والكلام ده كله، تمام. النهارده خارج من وسط البتاع بدل ما تقول فيه ايه وتنحاز لزمايلك، خارج جري داخل على البلاتو طلع على الهواء تكذب وتقول ان احنا اتاخرنا عشان خاطر الماتش وعشان خاطر محمد صلاح وانت قاعد مستخبي جوه في اوضتك. يعني للاسف الشديد كان منظرك مغزي جدا وانت خارج من المكتب ورايح على الاستوديو عشان خاطر تطلع تكمل التمثيليه اللي حضرتك بتعملها كل شويه وكل يوم تطلع تمثل على الناس ان انت بتدافع عن قضيه، ولكن للاسف الشديد كان الاولى بيك ان انت بتدعي ان انت بتدافع عن قضيه ان انت تدافع عن زمايلك، زمايلك اللي معاك انت في البرنامج ورفضوه ورفضتهم، وعدد كبير سيد اللي انت رفضته، احمد حمدي اللي انت رفضته، الشباب كلهم اللي عاملين كل يومين ثلاثه اثنين ثلاثه يترموا في الشارع.